بينتظر الفنان التونسي نجيب بالحسن طرح فيلمه الجديد طلق صناعي من بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة حورية فرغلي، وبتدور أحداثه في إطار كوميدي. كاميرا أرابود قابلت الفنان التونسي نجيب بالحسن في لقاء حصري للبرنامج كشف لنا عن تفاصيل كتير عن حياته الفنية في مصر. في البداية سألنا نجيب عن النجاح اللي حققه في شهر رمضان اللي فات من خلال مسلسل القيصر مع الفنان يوسف الشريف. بالنسبة لمسلسل القيصر أنا مبسوط قوي، ودي أول مشاركة بالنسبة لي مع المخرج أحمد نادر جلال. ده مخرج في مصر يعني قيمة ثابتة قوي، وكمان مبسوط قوي إني مثلت مع النجم يوسف الشريف، وكانت المفاهمة حلوة قوي من أول يوم. وكمان نفس الحاجة مع المخرج، يعني من أول مشهد كان في تفاهم كبير كده، اتكلمنا شوية على الدور، على الشخصية، وكله اتظبط بسرعة يعني. فأنا مبسوط قوي بلقائي مع يوسف الشريف وأحمد الجلال، مع كل الفريق كمان، يعني المصور وكامل الفريق التقني كمان. كمان كلمنا نجيب بالحسن عن رحلته في عالم التمثيل، والبداية كانت في تونس وانطلق منها لفرنسا، وبعدين قرر انه يجي مصر. مسيرتي الفنية ابتدت يعني الأدوار البطولة، أول أدوار بطولة عملتها في حياتي كان أول دور، كان سنة 2010، كان في تونس في مسلسل اسمه كاستينج، للمخرج والمنتج كمان سامي الفهري، وبعدين المخرجة ندى مازني حفايظ، دي مخرجة تونسية، كلمتني على فيلم تونسي سنة 2011. بعدين رحت فرنسا فجربت فرنسا يعني الماركت الفرنسي، وبعدين قررت أجي هنا مصر عشان مصر أم الدنيا، وخصوصا في الفن، يعني الفن المصري معروف قوي. وفعلا نفذ نجيب بالحسن قراره وجاء على مصر زي نجوم توانسة كتير حققوا نجومية كبيرة في الشاشة المصرية. جيت هنا مصر وانا عارف انه في كتير توانسة جو هنا في مصر وناجحين الحمد لله. اول ممثلة جت هنا في مصر هند صبري، وفي كذا ممثل تونسي جاء هنا لمصر وناجحين، فقلت لما لا هاجي مصر هجرب حظي هنا. والحكايه ابتدت مع سرايا عابدين في مسلسل سرايا عابدين سنه 2014. اول ما جيت مصر اول مره كان سنه 2012، كان في مهرجان الاقصر، ساعتها رحنا مع كل الفريق، رحنا مع الفيلم حكايه تونسيه. فاول مره اروح مصر كان سنه 2012، بعدين قلت لازم ارجع تاني بس المره دي هتكون في القاهره، ورجعت تاني القاهره والحاجات ابتدت سنة 2014. ودلوقتي نجيب بالحسن بدأ يحقق انتشار في الدراما سواء في المسلسلات أو في السينما، وعشان كده سألناه هل راضي عن اللي حققه في مصر ولا لسه؟ راضي يعني مش قادر أقول لك راضي أو مش راضي، يعني في درجات، يعني من الأول لازم تعمل حاجات ممكن مش كبيرة قوي بس لازم تبقى حلوة، يعني لازم تبقى في ذاكرة الناس. لكن في الحقيقة لسه نجيب بالحسن بيواجه مشكلة كبيرة مع ملامحه الأجنبية، واللي بتخلي كتير من المخرجين يحصروه في أدوار الأجنبي. ملامحي بيحطوني في أدوار أجنبية معينة خصوصا من الأول، عشان من الأول ما فيش حد عارفني إن أنا تونسي، إن أنا بتكلم عربي كده، بس بعدين لما يتعودوا عليك وتطلع في برامج ويسمعوك تتكلم عربي، فالناس يبتدوا يتعودوا عليك، ده يقولوا ده مش أجنبي في الآخر، يعني ظهر تونسي. وعشان كده اعتذر الفنان التونسي نجيب بالحسن عن مسلسل مع نجوم كبار كان هيعرض في رمضان اللي جاي، وكشف لنا نجيب عن الدور ده. الدور حلو قوي في الظاهر، وكمان ممثلين يعني ممتازين هيكونوا إن شاء الله في دراما رمضان في الظاهر، ومخرج كمان، بس أنا شايف المساحة ديت صغيرة شوية بالنسبة للفيلم اللي مثلته اللي هو طلق صناعي، فخيرت أفكر أكتر وما استعجلش، بالرغم أن الدور والمسلسل يعني والنجوم موجودين في المسلسل ده، يعني اعتذار يعني بالنسبة لي استراتيجي على حسب وجهة نظري.
والسؤال دلوقتي، يا ترى نجيب بالحسن ممكن يقبل اعمال فنيه في تونس ولا هيكتفي بالدراما المصريه؟ المشكله بين تونس ومصر، مش ممكن تصور في نفس الفتره في تونس وفي مصر، عشان انت عارفة الايام التصوير بتتغير في مصر قوي وكمان في تونس بتتغير قوي، يعني مش هينفع يبقى يعني ياخد طيارة رايح جاي جاي رايح مدة شهرين انت 3 شهور يعني. فخيرت ابقى هنا في مصر عشان في اكتر اقتراحات وممكن حاجات تجيني كده على طول، فخيرت ابقى هنا في مصر. نجيب بالحسن كان ليه تجربة رائعة في فيلم الهرم الرابع، وبتعتبر دي هي أول تجربة سينمائية ليه في مصر. الهرم الرابع هو أول تجربة بالنسبة لي في السينما المصرية يعني، وأنا انبسطت قوي يعني. أنا وبيتر يعني من أول مشهد اتفقنا كده بسرعة، ويعني كان انبسطت بالأداء بتاعي، وانا بقيت مبسوط قوي لما المخرج والمنتج كمان كان حاضر، سيف العرايبي كان حاضر وقال لي نجيب برافو كده، فده خلق جو حلو بيناتنا كلنا. متهيالي ده سر نجاح الهرم الرابع. لقاءنا مع الفنان التونسي نجيب بالحسن لسه ما خلصش، وهنكمله بكره معاكم وهنعرف تفاصيل كتير عن فيلمه الجديد طلق صناعي.